يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد بعض الدورات، نعم، يوجد بعض الدورات في وقتنا الحاضر لحفظ القرآن الكريم في شهر تقريبا، وكذلك حفظ السنة في وقت قصير، ويوضع لها جوائز قيمة، فهل تنصحوننا بالالتحاق بمثل هذه؟ الحفظ طيب، لكن ما هو المقصود الحفظ، المقصود الفقه والفهم. أما أنك تحفظ البخاري ومسلم والأمهات وأنت ما تفهم معناها، مش الفائدة يا أخي؟ يكفينا الكتاب اللي بره، يكفينا عنك. أما المقصود لو ما تحفظ إلا قليل مع الفقه هذا طيب، أما أنك تحفظ كثير ولا تفهم يا أخي يكفينا الكتاب، الحمد لله، لا تكلف نفسك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول أنها أصيبت بمرض السرطان في الأرحام، نعم، ثم أجريت لها عملية. فالحفظ إذا كان معه تدريس وفهم طيب، تدريس ومع حفظ هذا طيب، أما حفظ من غير تدريس من غير دراسة على العلماء هذا ما فيه فائدة. نعم.